وفي موضوع آخر، اتهمت اللجنة الطبية العسكرية وزير المالية سالم بن بوريك بعرقلة صرف الميزانية الخاصة بعلاج جرحى الجيش الوطني في الخارج، ورفض تنفيذ توجيهات عاجلة من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بشأن الجرحى. وقال مصدر مسؤول في اللجنة أن وزير المالية يماطل منذ 3 أشهر في صرف ميزانية علاج الجرحى رغم صدور توجيهات بذلك منذ 22 أغسطس الماضي، مضيفا أن الوزير بن بريك يماطل بشكل متعمد في صرف ميزانية علاج الجرحى. ويواجه 160 جريحا من القوات الحكومية مصير الطرد من السكن بعد توقف إجراءات علاجهم في مصر بعد أن عجزت اللجنة الطبية عن الوفاء بالتزاماتها تجاههم، وفي ظل مماطلة الحكومة وتأخر صرف ميزانية الجرحى منذ أشهر. وناشد المصدر رئيس الجمهورية ونائبه ورئيس المجلس أو رئيس مجلس الوزراء الوقوف بحزم أمام هذه المماطلة من قبل وزير المالية والتي تسببت بمعاناة جرحى الحرب ممن يتلقون العلاج في الخارج. وللمزيد أكثر ينضم معنا النقيب علي ركب أحد جرحى الجيش الوطني بمصر. أهلا بك سيد، ما تأثيرات قطع الأموال على الجرحى في مصر على أوضاعهم الصحية؟ أولا السلام عليكم ورحمة الله. أختي العزيزة، نشكر قناة يمن شباب وكل القائمين عليها على الاهتمام بملف الجرحى، سواء الجرحى في الداخل أو في الخارج. أختي العزيزة، نحن هنا في جمهورية مصر العربية أبلغتنا اللجنة الطبية قبل أسبوع فإنه تم إيقاف جميع الإجراءات الطبية والخدمية والخروج من سكننا وانطباع المصروف الأسبوعي لعدم توفير أي مبالغ مالية، وهذا مما أدى إلى تدهور الحالة الصحية للجرحى، لأن هناك جرحى لا يزالون في المستشفيات مركزية ولن تسمح حالتهم الصحية بالخروج، لأنه إذا تم خروجهم سيحتفلهم هناك مضاعفات، لكن فتم إخراجهم من المستشفيات لعدم وجود المبلغ المالي، فلا قدر الله تتطور حالتهم الصحية إلى الإعادة. أختي العزيزة، الآن الجرحى في جمهورية مصر حالتهم نفسيا منهارة تماما، نحن نعرف بأن هناك إهمال متعمد من الجهات المختصة وايضا المخاطر، فان بتوقيف علاج الجرحى يؤدي انعكاسا سلبيا على زملائنا في الجبهات. طيب. وهم يشاهدون زملائهم يرحلون بدون علاج وتقاعسل الجهات المختصه والحكوميه ايضا. طيب، منذ 3 أشهر تم صرف ميزانيه علاج الجرحى ورغم وجود التوجيهات ولم تصرف، حسب معلوماتكم ما المانع؟ اولا نحن نحمل وزير الدفاع واللجنه الطبيه العسكريه كونهم المسؤولين المباشرين على ملف الجرحى، لكن حسب ما وردنا من اللجنه الطبيه العسكريه بان رئيس الجمهوريه اصدر قرار بصرف ميزانيه للجرحى وبدوره رئيس مجلس الوزراء قام بالتوجيه لوزير الماليه، لكن وزير الماليه رمى الاوامر في الروتين الممل وتوقع الامر عند الوزير الماليه ومحافظ البنك المركزي، ونحن نعتبرهم المعرقلين الرافضين لأوامر رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، ونحملهم المسؤولية الكاملة تجاه هذا الملف. نعم. طيب، في ظل هذا التقصير والمماطلة، ما هي الخيارات لديكم لمواجهة هذه المشكلة؟ أختي العزيزة، نحن أصدرنا بيان وعملنا وقفة احتجاجية قبل يومين في مقر اللجنة الطبية هنا بجمهورية مصر، وتم تشكيل لجنة مصغرة من الجرحى وبعض من أعضاء اللجنة لمقابلة السفير لتسليمه رسالة وأطلاعه على الوضع بما يعانيه الجرحى، لكي يوصل رسالة رسمية للحكومة والمعنيين بالداخل، وسوف نمهلهم لهم 4 أو 5 أيام إذا لم يتم التجاوب لمطالبنا وإرسال مبلغ عاجل لاستكمال العلاج، فسوف نقوم بنقل الإعصام أمام السفارة لإيصال أصواتنا للعالم حتى يتم تحويل المبلغ. نعم. إذا نشكرك جزيل الشكر النقيب علي ركب أحد جرحى الجيش الوطني بمصر.